اهلا بكل مشاهدينا، حلقة جديدة من حياتك احلى. النهاردة عندنا حلقة جديدة كده خفيفة ومتنوعة، عندنا اكتر من فقرة. النهاردة هنتكلم معاكم كده سريعا في الفقرة التانية عن حاجة كده خفيفة وجميلة، ازاي نقدر نختار تصميم الاساس وازاي نقدر ندخل تصميم الاساس في الخشب. فده هنتكلم عليه ان شاء الله في الفقرة التانية. اما طبعا فقرتي الاولى هنتكلم فيها عن بقى الاكلات الشهية، وازاي احنا مثلا نقدر نعمل وصفات بطريقة بسيطة جدا. ويعني خليني بس ارحب بضيفتي الاول وبعد كده هنتكلم معاكم باستفاضة. ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا بسنت؟ طبعا ازيك؟ احنا معانا الشيف ياسمين. ايوه عاملة ايه؟ الحمد لله، عندك صفحة على الفيسبوك بتنزلي فيها وصفات شهية جدا، ربنا وكمان يخليكي. عندك براند اسمه ليجاتو، ايوه حاجة كده يا جماعة والله من أول بس ما تشوفوها حاجة كده يعني تشد. طبعا شيف ياسمين، أن في صفحات كتير جدا أكيد على الفيسبوك فيها أكلات وفيها وصفات وفيها كل حاجة. بصراحة أنا لما دخلت صفحتك لقيتها كده مختلفة شوية، مش من الناس اللي هي من نوع إيه اللي بتنزل الوصفة كده وخلاص، أو إن هي بتعمل دعاية وخلاص، لأ من بالظبط. الناس اللي بتشرح كل حاجة بالتفصيل. ايوه عايزينك بقى كده تبتدي معانا وتقولي لنا بدأتي إزاي. بصي، انا بدات يعني بدات الاول ان انا ساعه 2020 الكورونا لما بدات وكده، فكلنا قاعدين في البيت طبعا زهقانين. هو طبعا انا كنت في الاول انا بحب المطبخ جدا، فلما بقى قاعدين والولاد قاعدين وانت عارفه الدراسه كانت اونلاين في الوقت ده كتير جدا وكده، فحبيت ان انا عايزه اسلي نفسي، الاقي اي حاجه اعملها تشغل وقتي. فبقيت ان انا قلت انا هعمل بقى قناه على اليوتيوب وهبدا انزل وصفاتي وكل حاجه وكده. طبعا عشان تعملي قناه وتبداي ان انت يعني عايزه تكتسحي بيها والناس تعرفك، دي بتاخدي وقت طويل جدا. اوكي فانا لقيت الفيسبوك اسهل ليا بكتير، بقيت انزل الوصفه وقلت انا مش هعمل فيديوهات كتير، انا هكتفي لو فيديو قصير، وده عملته وبداته بعدها بفتره. قلت انا هكتب الوصفه مكتوبه، لقيت الناس بتحب قوي الوصفه مكتوبه، كله بيحب الحاجه مكتوبه بالتفصيل، ولو سالك سؤال بتردي عليه. فبقيت انزل صور الوصفه بتاعتي واكتبها بالتفصيل، لقيت الموضوع ده الناس حبته جدا وسهل بالنسبه لهم وبيوصل بسهوله، تمام. لان انت بسهوله جدا هتاخدي الوصفه عندك وتسجليها. فلقيت الموضوع ده عجب الناس، لما طلبوا مني بقى ان انا طب اعملي لنا فيديو للوصفه دي كده، فبقيت اكتفي يعني فيديو قصير دقيقه ولا حاجه، اجيب المختصر، لان انا في ناس يعني انا واحده من الناس لما كنت ساعات بتفرج على فيديو طويل ممكن اقطعه في النص خلاص، انا مش يعني الوصفه شكلها صعبه، فاهمه؟ زي ما قلت بقى ان انت عندك براند كده اللي هو ديزرت الحلويات يعني بصي، هو تقريبا يا جماعه والله المنظر بس شهي، انتوا مش متخيلين هي بتعمل شويه حاجات عامله ازاي. هو البراند زي ما قلنا اسمه لي جاتو، صح كده الاسم؟ دي جاتو. جبتي الاسم منين؟ بصي، هو انا عملت كنت عامله مشروع صغير كده من كام سنه وسميته لي جاتو، عشان او اسم لي جاتو، يعني لي جاتو اسم مختلف ومش موجود كتير في مصر، يعني مش موجود حاجه اسمها لي جاتو، يعني قليل قوي متهيألي. يعني طب ايه الحاجات بقى اللي انتي بتقدمها لنا في لي جاتو؟ تشيز كيك، انا حبيت ان انا اتميز بحاجات قليله شويه وناس كتيره يعني براندات كتيره عاملاها بس قليل. تشيز كيك اند مور، مور دي بقى انا فتحاها، براونيز، كوكيز، بعمل كاترينج، ميني ساندويتش، الحاجات اللي هي قليله شويه مش بنلاقيها في اي محل حلويات. طب ايه اكتر حاجة كده بتميزنا؟ بصي، التشيز كيك والبراونيز والكوكيز، الثلاثه دول بصي انا بحبهم جدا جدا، وبقيت يعني براند جديد، يعني انا لسه كنت عملته وكنت بطلت لان وقفته عشان جوزي، كنت سافرت معاه بره، يعني كنا هننقل حياتنا، وبعد كده رجعت تاني، فبدات بقى ان انا عملته وتوسعت فيه شويه الحمد لله وربنا كرمني، يعني الحمد طيب انت لله. اوريدي اصلا بتسوقي المنتجات ولا لا؟ بسوق للمنتجات بتاعتي. طيب بيكون في خدمة توصيل و في خدمة توصيل طبعا، عاملة خدمة توصيل داخل فين التجمع الطاقة؟ فين والقاهرة، التجمع والقاهرة. التجمع والقاهرة. طيب لو حبيتي كده بقى، يعني بما انك معانا على الهوا وحابين نستغلك، تقول لنا كده يعني ايه وصفة شهية من اكلاتك. بصي، وصفة شهية، انا بحب المخبوزات جدا. انا شفت بصراحة العيش الفينو، العيش المخبوزات الفينو بحبها جدا، يعني وعلشان شكله روعة. احنا عشان في موسم دلوقتي اللانش بوكس والدراسة وكده، فانا بحب ان انا ايه اعمل للولاد السندوتشات ممكن تبقى محشية جاهزة، والحاجات دي منتشرة كتير دلوقتي، بس انا ممكن بعجينة بسيطة جدا احنا نعمل حاجة بسيطة سهلة تحطها في اللانش بوكس وتقعد معانا كذا يوم، يعني ممكن نحطها في الفريزر نخبزها ونحطها نطلع نسخن على طول في الميكرويف او في الفرن،
ونعمل، فاهمه؟ طيب لو حد بقى طالب منك عايز يعرف الوصفة دي مكوناتها ايه؟ مكوناتها ايه؟ اقولها دلوقتي يعني؟ قوليها دلوقتي ماشي، نفيد ممكن الناس. 500 جرام دقيق، ومعلقة خميرة فورية او كيس خميرة اللي هو اللي بيتباع في السوبر ماركت عادي، معلقة بيكنج باودر، يعني تقريبا ربع فنجان من الخل. الخل مع البيكنج باودر مع الخميرة بيتفاعلوا بسرعة، بيخلي العجينة تتنفخ بسرعة معانا، تمام. معلقة سكر كبيرة ورشة ملح، وممكن نحط معلقة لبن باودر او نعجن العجينة بشوية حليب حسب طبعا نوع الدقيق. عجن العجينة ال 500 جرام دقيق دول، المية او السوائل بتبقى على حسب نوع. بنحط الاول نص كوباية مية او نص كوباية لبن، ونخلي جنبنا بقية الكوباية، لو احتاجنا تاني بنزود عشان كل عجينة. وفي الاخر خالص بزود معلقة زبدة بعد ما العجينة معايا تتشكل. معلقة زبدة دي بتطعم لي بقى العجينة، بتخليها تحفة. يعني سيبك من الزيت خالص، الزيت ده بنحطه في الاخر لو العجينة لازقة في ايدنا، ممكن ان احنا نحط نقطة زيت كده بس بتنزل العجينة من ايدنا، لكن الزبدة هي اللي بتطعم العجينة جدا. ونسيبها تخمر ساعة على جنب، وبعد كده بناخدها بنشكلها زي ما احنا عايزين. نحط الحشوة اللي متوفرة، تونة، فراخ متشوحة كده شوية زي الشاورما، اي حاجة احنا عايزينها، ان شاء الله جبنة يعني، فاهمة؟ تمام. ونقفلها ونحطها على ورق زبدة. مهم جدا، احنا العجينة طول ما هي معمولة بالزبدة من بره مش هتلزق في الصينية معانا، بس اهم حاجة ان احنا نستخدم ورق زبدة، ونرص الشكل اللي احنا شكلناه طيب، سواء كايزر او في كده. افكار تانية مثلا غير العيش والسندوتشات ممكن ان احنا طبعا ممكن نعمل بيها البانكيك، اللانش الولاد بوكس؟ بيحبوا جدا البانكيك السريع، وانا لسه منزلة وصفة البانكيك قريب اصلا. يا جماعة اكيد يعني هتلاقوا الصفحة بتاعت الشيف على الشاشة، خشوا عندها بجد هتلاقوا وصفات حلوة جدا وشهية. وفي كمان الصفحة بتاعت البراند بتاع الانستجرام اسمها ايه؟ ليجاتو. ليجاتو، وهي طبعا موجودة برضو على الشاشة، تقدروا ان انتوا تاخدوها وتخشوا، بجد هتستمتعوا جدا يعني بالحاجات اللي موجودة. ربنا يخليك يا قولنا بسمة. بقى ممكن نحط ايه تاني؟ بصي، انا بحب احط للولاد، يعني كل ام عارفة ولادها بيحبوا ايه، انا بحب احط للولاد الحاجة اللي هم بيحبوها وعارفة ان هم هياكلوها، فاهمة قصدي ايه؟ يعني مثلا بحب احط، عارفة ان هو ممكن في نص اليوم هيبقى عايز حاجة ديزرت، بعمل ميني بانكيك كده احطها معاها. ممكن احط دلوقتي عاملين علب كده صغننه بلاستيك، حط فيها شويه شوكولاته شويه مربى اللي هو حبه معاها. ممكن تعملي ايه تاني؟ ممكن تعملي مافن كيك، ميني مافن كيك تحطيه برضو. الحاجات حلو دي كلها جدا. دلوقتي يعني متوفره، الخامات بتاعت الحاجات دي متوفره وسهله، وانا برضو منزله كل يعني اي وصفه حد حتى بيطلبها مني بيبعت لي يطلبها مني حتى على المسج، انا بنزلها على طول، انتي طيب فاهمه؟ ايه الفكرة من ان انتي فكرتي انك تعملي وصفات؟ يعني احنا طبعا بنشوف جميع الصفحات بتاعة الاكل البيتي اغلبها كلها هي بتبقى تسويقية اكتر، يعني ان هي بتعمل الحاجة وبتسوقها. ايه بقى الفكرة في كده؟ بصي هقول لك على حاجه، انا الموضوع ده بسطني، انا بحب اعمل، انا بدخل المطبخ كتير، وانا بحب اعمل وصفات كتير، وبحب يعني بدخل، انا بقرا على مواقع اجنبيه كتير وبحط التاتش بتاعي على الوصفه، يعني مش بنزل الوصفه زي ما هي، انا بحب احط حاجه جديده في الوصفه، تاتش جديد، اغير في الوصفه حاجه، اغير مقدار، اغير مدخلين مثلا طعم معين، ادخل انا حاجه تانية اجربها بطعم تاني. هي دي الحاجة اللي شوية بحب اكتب بقى كل حاجة، يعني بحب يعني عندي صبر ان انا اكتب كل تفاصيل الوصفة وانزلها. هي فعلا يا جماعة والله الصفحة فعلا فيها جميع التفاصيل، كل حاجة هتلاقوها يعني بالجرامات مكتوبة. وبنزل على جروبات كتيرة برضو بصراحة، يعني اصحابها ناس كويسين وشفت جدا. برضو بلوجرز كتير عاملين لك ريفيو عن البراند بتاعك طبعا. كلهم ناس والله، يعني الحمد يعني لله. يعني بصي طيب لو حد مثلا حابب يتواصل معاكي عشان يطلب منك البراند بتاعك بيكون من خلال الانستجرام من ولا؟ غير الانستجرام، وانا حاطه رقم البراند، رقم الخاص بالبراند بتاعي حطاه على البيج بتاعه الانستجرام برضو، لو حابه حد يتواصل معايا او بيبعت لي مسج على طول انا برد، يعني انا تمام. برد على طول. يعني يا جماعة يا ريت تخشوا تعملوا لها فولو كده وتبدأوا ان انتوا تجربوا من عندها، بجد مش هتندموا. ربنا طيب يخليكي لو يا بسمة. اتكلمنا مثلا عن ال يعني مثلا نقول الرياضيين بيبقى ليهم طبعا اكل صحي، فانا كنت شايفة ليكي كده كم وصفة في الحاجات بصي دي. كام وصفه كده قليله، بحب اعمل الحاجات اللي هي بالشوفان والحاجات الصحيه وبالرد والكلام، بس مش كتير بصراحه، يعني لان انا بصي ساعات يعني الواحد بيحب يعمل عارفه حاجات سريعه كده، بس مش كتير يعني، ما بضحكش عليك، انا بحب الحاجات اللي هي السكريات اكتر. السكريات يا ايوه. جماعه تدمركم، يعني اللي عايز يخس ما يكلمهاش خلاص. طيب انتي ايه مثلا اكتر
اكتر حاجة بتستمتعي بيها مثلا وانتي بتعملي وصفات، ولا بتعملي الديزرت بتاعك، ولا الحلويات؟ بصي انا وانا بعمل انا بحب جدا الحلويات، يعني انا بحب قوي ان انا اعمل حلويات، بحب جدا ان انا اخش اعمل حلويات دي، يعني من حبي في الحلويات عملت براند حلويات. والله يا ياسمين احنا كمان حبيناكي جدا ربنا وحبينا كل يخليكي، حاجة شفناها معاكي. طبعا انا بشكرك، الوقت شكرا عدى معاكي بسرعة جدا شكرا يا وبجد بسنت، فتينا وفتي المشاهدين، شكرا على الفرصة الجميلة. وشكرا قوي ان انتي شرفتيني النهاردة، ميرسي يا وان بسنت، شاء الله نلتقي في حلقة تانية. إن شاء الله بإذن الله. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا تاني مشاهدينا ولسه مكملين حلقتنا معاكم، فقرتنا المميزة جدا مع الجميلة طبعا اللي شرفتني ونورتني النهاردة، هدير صلاح مصممة الأساس. ازيك يا هدير؟ ازيك؟ عاملة ايه بس انت، الحمد اخبارك لله ايه؟ تمام. هدير طبعا انتي مصممة أساس وكمان بتشتغلي بالخشب ومدخلة الخشب في جميع التصميمات، تمام. واحنا كلنا عارفين ان حاليا يعني بقى الخشب دلوقتي قطعة كده جمالية موجودة في اي بيت، في اي مكتب، في اي مكان، في اي اساس، في اي تصميم يبقى الخشب كده داخل فيه، عاد شكل جميل. تمام. انتي كمان عندك شركة شغالة من خلالها، فاحنا كده في البداية عايزين نعرف منك ايه الحكاية يعني. بصي انا مبدئيا سعيده ان انا معاكي، وعايزه اعرفك الاول اديكي نبذه كده عن شركتنا. احنا شركه وودن كرافتس، شركه تصنيع اخشاب، يعني بنستلم منك البيت وهو متوضب ديكورات وبنسلمه لك على المفتاح، سواء بقى الانتيريور ديزاينز بالنسبه للخشب، التجاليد، لو عندك كيتشن، دريسنج روم، سراير، اي حاجه ليها علاقه بالخشب احنا بننفذها. الموضوع ابتدى معانا من 5 سنين، والحمد لله دلوقتي عندنا يعني شركة، وعندنا يعني مصنع صغير ان شاء الله يكبر كده، والحمد لله يعني. طيب، طب لو كلمتينا بقى على ايه انواع الخشب اللي احنا ينفع ندخلها في التصاميم؟ بصي انواع الخشب اختلفت، يعني زمان في خشب طبيعي، ده اللي هو كان كل الناس بتبتدي، يعني الناس رايحه له، اللي هو الخشب الأرو والخشب الزان، اللي هي متماشية طيب مع احنا معانا صور كمان، بس يعني من غير قطع كلامك عشان الصورة دي يعني بصي هي ده من صعبة ال شوية. ده الديزاين ده من يعني من احب الديزاينز ليا، لان هو كان فيه تشالنج جامد جدا. هو عبارة عن خشب طبيعي تمام. والقشرة بتاعته طبيعية، وكان لازم نطلعه بنفس الديزاين كده اكنها لوحة فنية يعني، تمام. انت فخد كمان مني وقت مدخلة في ومجهود. الستيل يعني مثلا. جنبه ستيل، يعني احنا متعاونين مع شركة ستيل، هي اللي تمام. ده ستانلس مش ستيل، استلس. ستانلس. طيب وده برضو اخشاب، كمل. دي حاجات بتدي لمسة جمالية للبيت، يعني الحاجات اللي هي طب الكلادينج يعني والتي في يونت مثلا تصميم زي ده بيستخدم مثلا لشاشة التلفزيون او ممكن بالظبط. استخدمه لإيه؟ بصي احنا بنروح بيت العميل بيبقى عايز يحط شوية ديكورات فنية تدي لمسة جمالية للمكان يعني، فبنبتدي نقعد مع العميل نشوف هو ايه الالوان المناسبة ليه، للعفش، لشخصيته كمان، يعني ايه اللي هو مايل ليه، وبنبتدي نعمل تصميم 3D للمكان، وبعد كده بننفذ. تمام. ده طب بقى التي في ومعانا بقى ده كمان بارتيشن فاصل ما بين منطقتين، يعني لو عندك منطقتين، وممكن كمان البارتيشن ده نحط فيه تي في يبقى روتيتد يعني طب ده يلف. ايه نوع الخشب اللي انت مستخدماه؟ ده بيبقى اخشاب صناعيه، خشب كونتر عليه طبقه اتش بي ال. اتش بي ال ده مقاومه للميه ومقاومه للحراره، بحيث ان هو يتماشى مع العصر اللي احنا فيه، يعني تمام. اللي هو مش التصاميم الكلاسيكيه اللي هو الزان والقايمه والحاجات ده ديت. بقى ده رهيب، ده حاجة ده كده كلادنج، انا بالنسبة لي روعة. ده سرير صح؟ سرير وماشي مع الكلادنج اللي وراه، التجاليد تمام. اللي وراه ماشيه وراه، وفي ليد بقى، بنضيف ليد، بنضيف ستانلس، حاجه تدي يعني انطباع جمالي كده، ما يبقاش مصمت يعني. بينطق الحاجة زي ما بالظبط بيقولوا كده، كده. ايوه. طيب نشوف اللي بعدها. دي ده برضو ايه؟ تجاليد طبيعيه. بصي يعني انا بحب اضيف الخشب مع عنصر تاني بحيث ان هو يدي شكل جمالي، ما يبقاش اخشاب بس، تحسي ان في اختلاف يعني. طيب ده مثلا ممكن نستخدمه في ايه؟ يعني ده الايه مثلا يكون للتلفزيون، للتي في، لانتريه. وممكن يبقى انترنس، ممكن يبقى فيه مثلا بهيه او كونسول صغير وانتي داخله من باب الشقه، يعني حاجه تبقى مختلفه يعني،
ما يبقاش مجرد دهانات. حلو. يعني دلوقتي في ميكس ما بين الدهانات والخشب، مش مجرد دهانات بس انتي بتستخدميها يعني. وبتقدري طبعا تختاري الالوان اللي انتي عايزاها. ده دريسنج، ده دريسنج روم. حلو جدا. ودريسنج روم ده بقى اي دريسنج بنستخدمه، بنروح عند العميل بنرفع المقاسات، بنقعد مع العميل نتكلم في كل تفصيله، هل هو حابب يعني ايه التقسيمه اللي هو حاببها، عايز ادراج قد ايه، عايز قطعات شكلها ايه. دلوقتي بندخل كمان القطعات المتل مع الازاز، مش مجرد ان انتي بتعملي دولاب ليه فريم خشب، لا قطعات متل مع ازاز وفي ازاز مرسوم عليه، والليد اللي جوه، الليد اللي جوه الدريسنج، يعني بيبقى فيه اختلاف يعني. بصي بصراحة كل حاجة كانت روعة قوي ميرسي يعني، جدا، شكرا. وكمان يا جماعة هي أرقامها موجودة معاكم على الشاشة، أي حد طبعا شايف الشغل عامل ازاي وشايف الجودة وشايف الدقة، فأي حد بجد عايز يتواصل يعني هدير بجد من أكفأ بصي الناس يعني. التصميم ده احنا مدخلين الزرع مع الخشب، يعني مش مجرد يعني اخشاب، الاخضر ده زرع. زرع بس زرع صناعي. اه تمام، حلوة قوي. لا وفكرته جديدة. طب ده ايه، مكتب ولا ايه؟ ده دي ميديكال سنتر، وده جزء من مكان فيها يعني. حلوة جدا. لا بجد يعني الشغل كله ميرسي، فعلا ربنا ما شاء الله يخليك. جميل ميرسي. قوي، وفي فعلا حاجة مخدومة حلو جدا. وده بقى روعة، ده مكتب ده صح؟ ده برضو المكان ده كان شركة، وده مكتب بتاع المانجر. تمام. وفي تفاصيل بقى كتيرة. بصي الليد مع الخشب مدي شكل روعة مختلف، يعني روعة انتي لو عاملة المكتبة دي من غير الليد مش هتبقى بالشكل ده، أكيد. لكن لما هتدخلي الإضاءة، الإضاءة هتدي شكل تاني خالص. طب نوع برضو الخشب اللي ممكن تستخدميه في حاجة زي كده بيكون ايه؟ HPL دي بتبقى أخشاب مصنعة. تمام. والاخشاب المصنعه ديت احنا بنجيبها وبنجيب يعني الواحد جاهزه، وبنبتدي ان احنا نصنعها على حسب المساحات عند العميل. كمان في فرايتي في الالوان كتيره جدا، العميل بيبتدي يختار اللون حب اللون ليه، يعني مش مثلا مش لون البني البنيات. فقط. بقى طلعنا من دلوقتي الحته ديت الموضوع. بتاعت البنيات. طيب بالنسبة ده دريسنج برضو، دريسنج. ده فيه ليد صح من جوه؟ ليد من جوه. ده ده دريسنج برضو. روم وفي ليد. ده القطعات الميتل اللي انا بقولك عليها، يعني بصي القطعات بتاعت الازاز مش مجرد خشب، لا ده هي ميتل وجواها ازاز، يعني بتبقى قطعات ألمونيوم. طيب انت شايفة ان دلوقتي مثلا هو الخشب طبعا بقى منتشر، بس في ناس كتير بقت بتستخدمه مع المودرن اكتر، يعني ممكن ان احنا ندخله مع الكلاسيك لان هو دلوقتي الخشب تقريبا موضته بقت رايحة على مودرن. على مودرن. بس ممكن نستخدمه في كلاسيك، يعني بالنسبة للديكورات ممكن الكلادنج التجاليد بتبقى مع الكلاسيك بتبقى جميلة جدا، بس في الوقت ده يعني في التصميم ده بنميل اكتر للاخشاب الطبيعية تدي، عشان لو مكان كلاسيك ومكان سقف عالي لا بنستخدم اخشاب طبيعية تدي يعني فخامة للمكان اكتر. طب في مثلا يعني مثلا نقدر نقول غرف معينة هي اللي نقدر نستخدم فيها، ولا ممكن ندخله في كل حاجة زي ما احنا شفنا كده؟ انت مثلا مدخلاه يعني حتى في غرفة النوم مدخلة التجاليد، هل مثلا في الكلاسيك ينفع ان احنا ندخل حاجات كده؟ طبعا في الكلاسيك او في المودرن تقدري تدخلي التجاليد، وتقدري تدخلي الستيل الستانلس. تمام. تقدري تدخليه في الكلادنج مع في الديزاينز الكلاسيك، بيدي فخامة للمكان جدا يعني. طيب بالنسبة بقى للناس اللي بتقلق من الخشب، عشان طبعا كله عارف ان الخشب دوت يعني هيبقى صعب في النظافة، صعب في يعني لو جت عليه مية او الكلام ده كله، ازاي بصي بقى نقدر نحافظ عليه؟ احنا مبدئيا انا بقول لك بنستخدم HPL. HPL ده مقاوم للميه ومقاوم للحراره، بس طبعا انت عارفه ان الخشب يعني مع الميه يعني هو مقاوم للميه بدرجه، لكن ما تجيش مثلا تدلقي عليه ميه بقى هيتحافظ كده عليه. وباص. بس هو عايز معامله بلطف، يعني عايز مثلا تنظيف بقطعه قماش جافه، يعني المنظفات الاخشاب اللي موجوده في السوق، لكن ان احنا نستخدم معاه الميه لا طبعا. يعني طيب قولنا كده بقى نصيحة. طبعا انت قلت طبعا الكلام ده احنا مش هينفع نستخدمه، ولا المية ولا الكلام ده، طبعا نلمع الخشب بإيه؟ زي ما بقول لك قطعه قماش. تمام. قطعه قماش جافه هنستخدم فيها في التنظيف يعني. وانا احب اوجه نصيحه برضو للعملاء، ان هم لازم العميل وهو بيختار الاساس او بيختار الديزاينز بتاعت البيت بتاعه، ان هو يحاول على قد ما يقدر ان هو يعكس شخصيته في المكان، بحيث ان هو يبقى قاعد مستريح، لان ده حاجه دايما معاه، مش هيبقى يعني مش هيغيرها كل شويه يعني.
فيحاول على قد ما يقدر يعمل الحاجة اللي هو مستريح لها. بصي طبعا الوقت معاكي جرى بسرعة جدا، ميرسي. الحياة كلها فعلا جميلة جدا والشغل تحفة. الأرقام كلها كانت موجودة على الشاشة وصفحتك على الفيسبوك وكل حاجة. طبعا يا جماعة اللي حابب يا ريت تتواصلوا معاها، شرفتيني ونورتيني ميرسي وكنتي يا معايا بسنت، النهاردة. انا كمان مبسوطة ان انا كنت معاكي. شكرا ليكي، وطبعا عايزة أشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة تانية من حياتك أحلى.